أفلام الأبيض والأسود ومصطلح أزمة السكن فارض نفسه على واقع الحياة في مصر. ورغم أن مصر فيها أنواع كتير من السكن، تبدأ بسكن القبور وتنتهي بالمنتجعات والكومباوند، مرورا بالإيواء والريفي والمناطق الشعبية والعشوائيات والمدن الجديدة، ولكل نوع مستوى. لكن الأزمة ما بتنتهيش، ومن العجائب في الأزمة دي إن مصر اللي فيها طلب على السكن قدرته الحكومة السنة دي ب 8 مليون شقة تقريبا، فيها كمان حوالي 5 مليون شقة مغلقة لأسباب كتير، منها فوضى والعادات والتقاليد والأزمة الاقتصادية وغياب الرقابة أو استراتيجية قومية للسكن. يمكن علشان كده بدأنا نسمع عن نوع جديد من الجرائم اسمه جرائم السكن. في مجتمع عايز يبني كل سنة 400,000 وحدة سكنية، معظمهم من المستوى الاقتصادي. وأهم سؤال فيه بالذات للشباب اللي عايز يبدأ حياته، يا ترى هنسكن فين؟ يا ترى هنسكن فين؟ سؤال التقرير جاوب عليه الأستاذ حسين حسان، مؤسس مبادرة كرفان في الشارع، والأستاذ إبراهيم مطر متحدث الإعلام. فكرة مش محتاجة تقديم، أخذ التقديم على طول من ضيوفي. بشكر حضراتكم الأول أنكم شرفتوني، وأبدأ بأستاذ حسين حسان. الفكرة إيه باختصار؟ الفكرة باختصار أن إحنا جات لنا الفكرة لأسباب متعددة. ما هي الفكرة؟ الفكرة نفسها فكرة كرفان، رخيص الثمن، سهل قوي أن هو يبقى في إيد المواطن العالي العادي. عندنا 100 مدينة سكنية، ده المشروع بتاعنا، 100 مدينة سكنية مخصص لهم 20 مليون كرفان. فين ال 100 مدينة سكنية؟ عندنا 16 محافظة. نعم. فيهم ظهير صحراوي. نعم. عندنا، يبقى أنت فكرة مشروعك تقام في الظهير الصحراوي ل 16 محافظة في الجمهورية اللي لهم ظهير في الصحراء. نعم. الفكرة باختصار عبارة عن إيه؟ أنا كشاب عايز أتزوج وأقيم أسرة، هاجي لك تصمم لي كرفان في الشارع عايزكم فيه؟ لا، هو مش كرفان، هو المبادرة اسمها كراكون في الصحراء. وإحنا يعني هي الفكرة أساسا استوحينا فكرة الكراكون أو الكرفان من دول كتيرة متعددة موجودة مش فيها. من فيلم كراكون في الشارع بتاع الإمام؟ لا، هي يمكن الفيلم الجملة بس درجة شوية. فكرة الكراكون نفسه، إنما هو عبارة عن بيت جاهز أصلا، موجود نماذج منه كتير قوي في مجموعة من الدول أبرزها الصين. الفكرة تكلفتها بسيطة جدا. كام؟ من 15,000 جنيه بتبدأ. هتبني لي إيه وإيه وإيه؟ كرفان مكون من إيه؟ من غرفة، غرفة معيشة، ده بيبدأ من 15، بيبقى غرفة معيشة مجهزة، بيبقى عندك صالة، بيكون عندك حمام، بيكون عندك مطبخ مجهز بكل أساسيات البناء كلها موجودة فيه. اروح للاستاذ ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي للفكره. انا كده قاعد في الشارع يعني خشب، طب ما انا من غير ما اجي لك اقدر اجيب يعني لوحين خشب واقفل بيهم الدنيا؟ لا يا فندم. المطر، السرقه، الاعتداء عليا، الصرف الصحي اصرفه في يعني حضرتك يا فندم. بالنسبه للمشروع ده احنا بنتحدث عن مدينه شبابيه في ظهير صحراوي، ستتوفر لها المرافق تمام بواسطه المهندسين المختصين في هذا المجال. تاني شيء، احنا معانا الدكتور عبد الاول خليفه، هو مختص بهندسه خليفه محافظ القاهره الاسبق. ايوه، هو وزير المملكه الاسبق. حضرتك ما بنتكلم عن الفكره ديت، اول حاجه احنا ما بنيجي نطرح فكره احنا عارفين هنوصل المرافق ليها ازاي، التصميمات الداخليه اللي تسمح بالادميه للمعيشه للشاب. تالت شيء، في مستشفيات، في مصانع، في مدارس تسمح بالمعايشه، في مواصلات. حضرتك دلوقتي انت مدينه 6 اكتوبر قبل ما يتم تطوير فيها بهذا الشكل كان كله الامر مبهم وكله خايف منها. دلوقتي حضرتك بعد التطوير فيها اعتقد بقت مدينه بكل ما تحتوي كلمه معاني، بعد ظهور فيها عنصر المواصلات وكل حاجه. احنا بنتكلم مدينه شبابيه، الكرفان فيها من 15,000 ثمنه ل 35. حضرتك التصميم الداخلي بتاعه تمام، انت عندك مثلا الارضيه مثلا طبقه مثلا البي في سي تمام، حضرتك تحمي البيت الكرفان
كارافان ده تمام من عوامل كتيره جدا. عندك مثلا طبقه ده صوره الكارافان عندي على الشاشه. ده التصميم الداخلي. ده التصميم الداخلي. حضرتك عندك الاعمده مثلا الجدران نفسه معمول مثلا من ماده الساندويتش بانل تمام. لا ما تديليش اسماء انجليزي. اول حاجه مساحه الكارافان البيت ده زي ما انا عايز مساحه. طبعا زي ما انت عايز في الصحراء. طيب هيبقى دور واحد طبعا مسطح افقي. نعم. مش حد يقدر يدخل فيها استاذ حسين بالعربيه لو انا عامل خناقه مع حد ويروح داخل مكسر لي الكرفان. صعب جدا لان تصميمه مجهز ان هو يبقى ضد صدمات ضد حريق ضد الميه. عفوا ده الكرفان اللي بيعملوه المهندسين اثناء الانشاءات بتاعته؟ لا ده اللي هو الكرفان العادي. انما ده كرفان مجهز من الداخل. بيبقى حتى الحوائط بتاعته بتتعمل من المواد العاديه بتاعتنا. اللي هي الجبس والجير والحاجات اللي هي مواد البناء الحديث اللي هي من الداخل. كرفان زي ده مش ممكن حد يجيب منشار ويعمله؟ لا لا يا فندم. الماده بتاعته قويه جدا. في طبقات حضرتك في طبقه من الالومنيوم مثلا بتمنع مثلا دخول الصوت مثلا للكرفان ده مثلا تمام وعازل للضوضاء. في طبقات قويه جدا معلش انا مش عارف عازل للضوضاء والمطر وكل شيء. ماده الساندويتش بانل دي مثلا عازله للحريق يعني لو قامت حريقه فيه عازله ليه يعني حضرتك جميع عناصر الحمايه تمام والامان موجوده فيه. يعني انت تقريبا بتستبدل الطوب مش تقريبا فعليا بهذه المواد. دول زي ايه عملته حضرتك مثلا؟ انت عندك مثلا فكره المستوطنات مثلا في اسرائيل قايمه على الكرفانات. حته زي ليتوانيا في اسبانيا فيها برضو فكره الكرفانات. دول كتيره في اوروبا تمام. قرى في اوروبا ماشيه بفكره الكرفان تمام. وفي تصميمات احنا خدناها من شركات اوروبيه عامله ومصممه فعلا الفكره دي. ان الوقت ان مصر تعمل فكره رخيصه الثمن تمام ومظهرها جميل تمام وتوفر وتزيل ظاهره الشباب الغير قادر على الزواج والعشوائيات. والعشوائيات لان البلد خلاص يعني اصبحنا دلوقتي في معيد ان احنا عندنا 1248 منطقه عشوائيه. والخطر كل يوم بيتفاقم. حضرتك انت المدينه الشبابيه ديت انت ممكن تعمل لو انشات مثلا 10 مدن كل مدينه تستوعب 200,000 شاب. حضرتك هتعملها في اقل من سنه. طيب استاذ حسين هتتوصل مرافق ازاي؟ المرافق بتاعتي ان انا لازم المدن دي عشان ابدا لازم اكون ملتصق بالظهير الصحراوي. نعم يعني ملتصق. ما تنفعش الا في الصحراء. لازم اول حاجه ابقى بجوار المدن الظهير الصحراوي الملاصق للمدن. ده المرحله الاولى وهكذا وهكذا. نعم. وهكذا. مده صلاحيه الكرفان لحد 15 سنه. يعني انا هسكن في بيت عارف انه عمره 15 سنه علشان عوامل التعرية الهواء والرطوبة. أنا حضرتك القضية قضية عشوائيات. فالعشوائيات عندي عشان أعمل إزالة. يعني أنا القضية الأساسية سكان القبور ودول عددهم 6 مليون شخص موجودين في مصر. ودول أنا حطيتهم كمرحلة أولى في المشروع. إن أنا أزيل الستة مليون أنفذ قرار 6 مليون 6 مليون سكان قبور حضرتك موجودين عندي. القرار بتاعهم صادر من أيام نابليون بونابرت. نابليون بونابرت إيه؟ قرار إزالة وإخلاء سكان القبور. هم ساكنين من ايام الحملة الفرنسية. من ايام الحملة الفرنسية عندي 35,000 وصلوا لحد دلوقتي 6 مليون. يبقى انت بتهدف الى ان سكان القبور يسكنوا المرحلة الاولى في هذه الكرفانات. في هذه الكرفانات. نعم. واحنا رحنا وعملنا جولات وعملنا جولات ميدانية وعملنا وعملنا حملة استقصائية داخل الجامعات. رحنا جامعة القاهرة، رحنا جامعة المنوفية، رحنا جامعة المنصورة. كلمنا كل الشباب، نزلنا طبعنا استمارات اكتر من 20 مليون استمارة طبعناهم. حملة استقصائية بنقول للفتاة هل ترغبي بأن تتزوجي؟ الرد ايه؟ الرد كان 95% قالوا نعم انهم يسكنوا في كرفان. لان عندي 8 مليون عنس في مصر ده وفقا للتعبئة العامة والإحصاء. عندي قضايا للأسف معاك. قضية. طيب هروح لإبراهيم مطر. ليه مبادرة زي بتاعتكم دي ما تنضمش لمبادرة معا مثلا للفنان محمد صبحي؟ يعني اقول لحضرتك يا فندم الفنان محمد صبحي فنان قدير وليه سوقه الفني. حضرتك اما جه مثلا يفكر هو مشكورا فكر ان هو يزيل عشوائيات. بس المشكله الفكره بتاعته تمام هتكلف الدوله كتير تمام عشان الطوب والاسمنت. طبعا وهتكلف برضه وقت هتاخد وقت طويل. انما احنا بنتكلم في فكره ثانيه. طيب فكره ثانيه خلينا ندخل فيما هو عملي. فكره زي كده عرضتوها على مسؤولين كبار في الدوله؟ احنا قابلنا محافظ الجيزه. نعم. ويمكن هو اكثر المحافظين اللي ابدوا تعاون للفكره للمضمون نفسه مضمون العشوائيات وسكان القبور.
للاسف الشديد احنا واجهنا الاول حاجات ان المحافظين ما عندهمش علم بعدد سكان القبور الموجودين في مصر، ودي اول مشكله واجهتنا. نعم ما عندهمش علم بعدد سكان القبور. والقضيه ابعد من كده بكتير يعني. لا انا محتاج تقنع مستويات اعلى في السلطه في مصر. احنا بالنسبه يعني لنا يعني فكره زي كده عايزه تبني اعلامي كبير. تبني اعلامي احنا على فكره. طب ما رحتوش ليه للمهندس ابراهيم محمد؟ لا هو حضرتك احنا طالبين، كنا طلبنا مقابله الدكتور حازم الببلاوي ايام ما كان موجود رئيس مجلس الوزراء، وتحدد ميعاد. عرفت انه مشي؟ لا ما هو تاني يوم للاسف، هو تاني يوم خبر استقالته. كان مفروض الموعد اللي احنا هنلتقي بيه، وبننسق حاليا مع مجلس الوزراء، ولسه لم يتم تحديد الموعد حتى الان. مهندس ابراهيم محمد هو قرار رئيس حكومه، عشان هو قرار رئيس حكومه، وعشان كده احنا طلبنا ان احنا نقابل مهندس ابراهيم محمد. القضيه مش قضيه تنميه محليه فقط، واحنا على فكره برضو لا ده قرار دوله، قرار دوله. وللاسف برضو احنا عندنا طرح تاني للمشكله بتاعت العشوائيات، وهو تشكيل او عمل وزاره لتطوير العشوائيات في مصر. دي قصه تاني، بس انا لو انا عارف الاثنين متداخلين متداخلين، بس عايزه قرار. انا شايف فكرتكم استاذ ابراهيم بصفتك متحدث اعلام باسم المشروع، انت محتاج نشرها في كل وسائل الاعلام. احنا حضرتك يا فندم فعلا احنا بالفكره بنروجلها في وسائل الاعلام، وحضرتك بكره احنا مثلا عندنا جوله استقصائيه في سكان في سكان المقابر اللي امام حديقه الازهر، تمام؟ وبنبدا نعرض مشاكلهم، بنبدا نعرض مشاكل الناس ديت، حياتهم عامله ازاي. طب مين اللي بيدعمكم؟ احنا حتى الان دعم ذاتي حتى الان دعم ذاتي، تمام؟ وحتى دور الحمله والمبادره دور اشرافي. انتوا كم واحد؟ احنا بالظبط المجموعه اللي حضرتك شايفها ستة او سبعة. كلكم ساكنين في القاهره الكبرى؟ كلنا ساكنين في القاهره الكبرى، عندنا 17 شخصيه من ضمنهم. طب ضمنتوا شخصيات عامه لهذه؟ معانا السفير عمر منو عمر المنسق العام بتاعنا، معانا السفير محمد العرابي وزير خارجيه الاسبق، معانا دكتور محمود بس دول هيمدوا لكم على ورق وخلاص. انا عايز لا في مرونه جديده على فكره حضرتك، يعني حزب الوفد عايز شخصيات سياسيه وفنيه. احنا تحت بنخلص اجراء حاليا، وهو اتحاد عربي افريقي لتطوير العشوائيات. انا مش محتاج عربي افريقي، لان الموضوع الموضوع اكبر من مصر للاسف. انا بقول لحضرتك الموضوع الميزانيه بتاعه الحكومه لا تكفي لحل مشكله العشوائيات ومشكله السكن في مصر. طب اخد بالاستاذ ابراهيم مطر، تكلفه المتر المربع كام؟ تكلفه المتر المربع من الكرفان، هو حضرتك احنا بنتكلم عن التكلفه الكليه. يعني انت لما بتقول لي 15000 دي يبقى كام متر؟ دي مثلا حضرتك بتعمل مثلا غرفتين وصاله ريسبشن، تمام؟ ومطبخ وحمام. ومطبخ وحمام يعني 80 متر مثلا. 60 60 متر. انت برضه هتطلع زي وزاره الاسكان 63 متر؟ لا ما انا بقول 60 متر وانت طالع. حضرتك يا فندم بس 60 ب 15000. 60 ب 15000 ومضاعفتها 120 متر تبقى 30000. وحضرتك التكلفه بسيطه جدا، يعني بالنسبه مثلا حضرتك تشوف تكلفه الشقه مثلا. 20 ثانيه ليك و20 ثانيه ليه توجهوا رساله لرئيس الوزراء. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اول رساله اتمنى بالبشمهندس ابراهيم محلب بمجهوداته العظيمه ان هو ينضم لحمله تنميه مصر ويتعاون معانا ويقدم تلبيته. يحدد لك ميعاد ويقابلك يقدمنا يقابلنا، وطبعا يحل لنا فعلا يحل مشكله العشوائيات، تمام؟ لانه راجل مجتهد ويقدر فعلا قادر بقرار حاسم انه يحل المشكله دي. وضع خطط، احنا بنطالب بس المهندس ابراهيم محلب ان احنا نضع خطط قصيرة الأمد لحل مشكلة العشوائيات. يا راجل اتكلم على فكرتك، خليه. ما أنا فكرتي منطبقة بحل المشكلة نفسها. ماشي. إن هو يحط لنا خطة قصيرة الأمد إن إحنا نقدر. أنا ببعت لك رسالة يا باشمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قبل الاتنين شباب دول الفكرة بالنسبة لي كمواطن جديرة بالدراسة، ليه لأ؟ ما دي فكرة خارج الصندوق، وإحنا محتاجين فعلاً أفكار خارج الصندوق، ممكن ناخدها ونطورها أو نبدأ عليها. خليني أشكر أستاذ حسين حسان مؤسس مبادرة كرفان في الشارع كراكون في الصحراء. كراكون في الصحراء، واستاذ ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي. بشكر حضراتكم، حلقتي معاكم انتهت النهارده. عايز اقول لكم لكل المصريين اللي بيشوفوني خارج مصر، بكره حلقه خاصه ايضا عن المصريين العاملين في الخارج، مشاكل وهموم وايضا حلول. وما تنسوش اهالينا في دمياط، بكره هعرض لكم تحقيق الموبيليا في دمياط بمشاكل. وطبعا عندنا سياسه واقتصاد وعندنا حاجات تانية كتير. انتظروني بكره.